للمكالمة أو للمداخلة اللي هي كانت حوالي شهرين، وأثرنا نقطة التعديات والإتلافات اللي حدثت. أيوة. وحضرتك برضو وجهت سؤال مهم، إن إحنا طب إيه هي الإجراءات اللي إحنا نقدر نتخذها لإن إحنا الأمر ده ما يتكررش مرة تانية. أيوة. فعشان نقول إيه هي الإجراءات وإيه هي الحل، لازم نعرف هي المشكلة سببها إيه. جزء منها مشكلة سلوك، وده طبيعي موجود في يعني مش بس في مصر، في كل دول العالم. أي. وجزء منها نتيجة الأعداد الكبيرة والأطياف المجتمع المختلفة. ليه؟ لأن دي المنطقة الوحيدة اللي هي أصبحت متنفس للمصريين على نهر النيل. وبالتالي كانت أعداد كبيرة جت الممشى. احنا بنصور، والصور اللي احنا بنقطها دلوقتي لقطات النهارده، صورنا ده النهارده عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين اللي قدامكم ده اليوم تصوير ممشى اهل مصر النهارده. اتفضل يا فندم. فالاعداد الكبيره حضرتك انت محتاج تنظمها. يعني رقم واحد انت محتاج تنظمها، لان انت في عندك رقم واحد ان احنا هم مختلفين عن بعض. يعني في فئات مختلفه، فبالتالي محتاج تنظمها، وفي نفس الوقت يبقى في توزيع على الممشى. التصميم اساسه ان انا عندي ممشيين، في ممشى سفلي. أيوة. اللي هو بيتجمع فيه المطار اللي هو قدامنا ده. ايوه ده السفلي. وفي ممشى علوي اللي هو في مستوى الشارع. وده ما كانش فيه خدمات، هو مجرد بس كان ممشى في بعض المناطق الجلوس. فكانت عشان نتحكم في الاعداد، تم التفكير في ان الجزء السفلي، الجزء اللي هو تحت اللي عند المطاعم، اللي هو ده اللي احنا قدامنا. ايوه بالظبط، ده اللي هيبقى عنده فيه يعني هيبقى فيه رسوم رمزيه. ال 20 جنيه، ال 20 جنيه دي بتستقطع من فاتوره المطعم او الكافيتيريا اللي هو المواطن هيقعد فيها. وبالتالي انت اصبح في عندك جزء ممكن اللي هو اللي في مقدرته ان هو يدفع هينزل تحت، واللي مش قادر يدفع هيفضل فوق. طب فوق ما كانش فيه خدمات. فتم توفير 11 مكان كشك اكشاك مختلفه متنوعه بتقدم خدمات مختلفه. طبعا مستوى مختلف عن اللي تحت. عشان تتناسب مع الشرائح المختلفه. وبالتالي مساله ان الممشى بقى بفلوس، لا، هو احنا في جزء من الممشى هو اللي تم التحكم فيه بالفلوس، وزي ما بقول لحضرتك ده القيمة دي بيتم استرجاعها من قيمة الخدمة اللي بيحصلها. طيب سواء دكتور عبد الخالق، عشان نشرح بس حاجتين يوصلوا للناس. الجزء الأولاني الممشى اللي هو تحت مباشرة النيل والمطاعم، ده اللي تم فرض رسوم، والعشرين جنيه لو دخل يأكل يشرب تتخصم من العشرين دول، هيتخصم من الفاتورة اللي هو تكاليف أي حاجة هياخدها من أي مطعم أو كافيه أو كده. بالظبط. لا لو هيدفع 100 جنيه هتتخصم. بالظبط. يعني أي تذاكر هيشتريها هتتخصم من أي حاجة هيحاسب عليها. هيتحاسب. بالظبط كده. كويس أوي. ده الجزء الأول. الجزء اللي فوق مجاني. الجزء اللي فوق مجاني. ما كانش فيه خدمات، عملتوا خدمات. بالظبط، عملنا خدمات عشان اللي مش قادر وفي مقدرته ان هو ينزل تحت ويدفع ال 20 جنيه يستمتع برضه بالنيل. وعلى فكره فوق في جلسات، وفي زي استراحات، وفي طبعا بالجانب الجلسات والاستراحه في عندنا اكشاك بتقدم الخدمات المتنوعه. فهو خدمه زي الخدمه اللي تحت. يضاف للكلام ده، احنا المرحله دي هي مرحله صغيره من المشروع كله. والمرحله دي مرحله بنقول ان هي مميزه، لان هي تعتبر جزء من وسط البلد. فلو احنا بنتكلم بقى على المراحل بيجي لكم قد ايه زيارات؟ حاجه بتقول لي كتير اعداد، قد ايه يعني؟ يعني احنا طبعا هي بتختلف العيد. من الاعياد، لا احنا الاعياد بتتجاوز الارقام ل 30 و 40 الف في فترات الويك اند اللي هي الخميس والجمعه، بتتجاوز ال 40 وال 50 الف في اليوم. في اليوم. انما الاعياد الحقيقه ما عندناش حصر، الاعياد بتبقى الارقام كبيره جدا. يعني ما حصرناش في العيد اللي فات. ولكن اللي انا عايز اوضحه ان احنا المرحله اللي جايه من الكورنيش هيكون فيها جزء اللي هي اجزاء كلها مفتوحه، ما فيهاش المطاعم والكافيتريات اللي موجوده في المنطقه دي بكثافه اكتر شويه. لان دي جزء من وسط البلد، انما المناطق اللي هي ناحيه امتداد رود الفرج لحد كوبري الساحل وكوبري تحيا مصر دي هتبقى مناطق مفتوحه
تماما حدائق عامه، وبالتالي الجزء كبير من الناس اللي هم يعني المواطنين والخدمات اللي كانت بتتقدم في الجزء اللي تم افتتاحه برضه هتكون موجوده في الجزء الشمالي يقدر يستمتع بيه. الجزء الشمالي ده هيبقى بفلوس برضه ولا مجاني؟ لا 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 ده مجاني.